بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. ورشتنا النهاردة عمل خاتم سهل وبسيط وشيك قوي في لبسه. هنحتاج قطعتين من سلك النحاس. هناخد اتنين من سلك النحاس بمقاس 25 سنتي بالشكل ده، كمان قطعة من سلك النحاس النص ملي، طبعا ده ملي ونص، احنا بنشغل الخواتم دايما بملي ونص. حجرين من اي لون، ده كريستال اصغر مقاس. كمان معايا ادواتنا، عمود الخواتم، الزرادية المبرومة، زرادية الخشنة، وكمان القصافة. يلا بينا نشوف هنشتغل الخاتم بتاعنا ازاي. اول حاجة نعملها، هناخد السلك بتاعنا، هنسمي الله طبعا الاول، وهنبتدي نظبط المقاس بتاعنا. باخد السلكين بالشكل ده وابتدي اضمهم، يعني بدل ما لف لفتين لفتين اللي احنا بنلفهم دايما، هاخد السلكين واخدهم عكس بعض بالشكل ده، واظبط الدايرة بتاعتي، دايرة الصباع كده اهو، ونشوف احنا عايزينه مقاس ايه بالظبط، ونظبط المقاس. بعد كده المفروض هاخد الاتنين دول وهما السلكين اللي هما مقابلين بعض، هنا يعني عندي اتنين يمين واتنين شمال، هنحاول نمسكهم كويس عشان ما نلخبطش المقاس والاسلاك ما تغيرش مكانها. وناخد السلك ده على راحته بالشكل ده وابتدي اعمله كده، والسلك ده كمان على نفس الشكل واعمله كده كده. طبعا الناس اللي بتشتكي دايما من تغيير المقاس، تغيير المقاس بيحصل في اللحظة دي، فدايما قبل ما امسك المقاس بتاعي كويس برجع اشوف المقاس تاني واظبطه كده. وهبتدي اخد لفة تانية بالشكل ده معايا، نظبط مقاسنا. نشد السلك بتاعنا كويس. بعد كده قبل ما اكمل هاجي في الجزء ده واثبت السلك الصغير بتاعي اللي هو 5/10، واحنا بنثبت برضو ماسكين الخاتم بتاعنا. وبعد كده ناخد الحجرين، بس عايز اظبط دي السلك جاي على السلك، ودايما اقول لكم بلاش نيجي بلاش يتحط السلك على السلك، 5/10 بيبقى النتيجة بتاعته مش حلو. طبعا هظبط تاني وهشد السلك بتاعي. هناخد الحجرين نثبتهم، هنشوف بقى ممكن احنا اللي احنا بنعمله ده، بناخد الحجر بلونه البسيط الحلو ده ونبتدي نطعم بيه الخاتم بتاعنا. عملية تطعيم الخاتم بالحجر دي مهمة جدا، هي بتفرق في شغل الخاتم وبتفرق بين خاتم والتاني. يعني ممكن زي ما انتوا شايفين كده، انا شغالة بكريستال صغير، مقاس صغير قوي، لكن هيدي نتيجة حلوة لان لونه حلو. دايما اقول لكم الموضوع ده، انا عايزة ادخل السلك الصغير هنا، بس طبعا عشان انا شادة السلك بتاعي كويس قوي فشكلها كده. هاخد السلكين مع بعض، ولو اني
كان ممكن ان انا افتح فتحة صغيرة، بس اللي هيحصل ان هيغير لي المقاس بتاعي. انا ما صدقت المقاس بتاعي ظبط، لكن احنا ممكن الشكل ده. انا بعمل تصميم حر، فانا ببقى بشتغل على حسب التصميم، ما بلاقيه احسن كده. هاجي الناحية التانية، بصوا انا خدت السلك اهو كده وهطلع بيه كده، بصوا عشان احط الحجر التاني هنا. انا بحب اثبت الحجر الاول طبعا في تصاميم تانية ينفع ان احنا نخلص الخاتم وبعدين نطعم الاحجار بتاعتنا جوه الاسلاك، لكن لما بنيجي نعمل كده بيبقى لسه الخاتم بتاعنا. طبعا في تصاميم بتسمح لي بده زي ما انتم شايفين كده اهو، نظبط بس الاسلاك ما تبقاش جاية على بعضها. بحيث ان انا السلك انا بركب بيه الحجر، لكن انا بستخدمه برضو في تكملة الشكل بتاعي، يعني مش عشان انا بربط بيه يبقى شكله عامل حاجة غلط في التصميم بتاعي، لا انا بخليه جزء من التصميم. يعني السلك 5/10 دايما بستخدمه كجزء من التصميم وانا بلف اللفات بتاعتي. عايزه بس ارجع هنا، رجعت هنا للبدايه، عايزه اكملها اثبتها واظبطها، اشد كويس السلك بتاعي اهو. بصوا الجزء ده هيتشال او هيتقص، وابتدي انعم السلك بتاعي الطرف بتاعه النهايه عشان النتيجه تبقى نتيجه مظبوطه، عشان السلك بتاعي ما يبقاش متداخل كده. لازم اظبط بالشكل ده بالزراديه بقى، بشتغل بايدي، انا عايزاه يبقى ماشي مع اللفه اللي انا عاملاها معايا كده. هشيل الاسلاك الزياده، وقبل ما الف السلك التاني عشان هنا عندي الفرصه ان انا اعمل كده واظبط السلك، حتى لو انا همشي بالسلك التاني عليه كده برضو يبقى السلك مظبوط ومرتاح، ما بقاش بلف السلك وخلاص. بصوا برضو هنا هعمل نفس الحكايه، هظبط الاسلاك بتاعتي، هثبت الحجر بتاعي وابتدي اقص، مش محتاجه السلك اكتر من كده، فهبتدي اشيله الا لو انا محتاجه الف اكتر اهو. نظبط، نخلي السلك بتاعنا جزء من التصميم، ببتدي ارجع تاني. مهم جدا النقط دي، الناس اللي بيتغير معاها المقاس لو عملوا كده مش هيتغير معاهم المقاس، والخاتم بتاعهم هيطلع مظبوط جدا ومتين. بصوا لفه السلك دي حلوه قوي، بحس ان هي الخاتم بيبقى كأنه شبه التصاميم الذهب شويه. بصوا عندكم بقى حاجه من الاثنين، يا نلف الخاتم ونكمل الدايره بتاعته كده، يا ان احنا نعمل شكل بالاطراف دي ويدينا شكل مختلف خالص. يعني احنا ممكن نعمل تصميمين مختلفين من الخاتم ده، انا ممكن الف الدوائر بتاعتي ويبقى شكله دايره عاديه ويبقى خاتم عادي خالص اهو، او ان انا هاجي كده وابتدي اعمل شكل مختلف للخاتم بتاعي والف الطرف اللي معايا ده بالشكل ده. ده هيديني خاتم وده هيديني خاتم. انا لو انا قاعده بعمل مجموعه خواتم او اشكال مختلفه من الخواتم، هحتاج ده وهحتاج ده، وكمان هنحتاج الزرادية الفلات. دايما بقول العدة بتاعتنا كلها تبقى موجودة، لما باجي الف لفة زي كده الزرادية الخشنة طبعا هتقرص على السلك، ممكن تعمله شكل هنا وتجرحه، لكن الزرادية الناعمة اهي هتظبط لي الشكل زي ما انا عايزة. احنا دايما بتساعدنا في تعديل الشكل بالمنظر ده. وهاجي اخد دي وارجع بيها، بصوا كده عشان انا عايزه اعمل شكل،
مختلف. هرجع بيها فوق بشويش بايدي حتى اهو زي ما انتوا شفتوا كده، وابتدي اعمل كده. الناس اللي بتحب تلبس الخواتم بشكل مختلف او تملى الصباع اهو، ونيجي هنا هنعمل نفس الموضوع اهو. هرجع كده وارجع بدي برضو معايا كده، بصوا وهشتغل برضو دي، هسرع بس دي شوية، هعمل نفس اللي انا عملته هنا هعمله هنا عشان وقت الفيديو. زي ما شفتوا كده خلص الخاتم بتاعنا بالشكل ده اهو. الناس اللي بتحب تلبس الخواتم واخده مساحه من الايد بالشكل ده هو، بس بصوا في اللبس عامل كده، لازم ارجع تاني على العمود ابتدي بعد ما قسته ابتدي اظبطه اهو، نفس اللي هو الشكل اللي على الايد، فلازم ارجع هزق السلك كده ده شويه وارجع ده كمان شوية كده عشان يبقى فوق الصباع بالظبط اهو كده، بحيث ان في اللبس يبقى مرتاح ومظبوط مش محتاج اكتر من كده اهو. بصوا من قطعة سلك بسيطة خالص قدرنا نعمل شكل خاتم جميل مختلف. عايزين نصغره شوية ممكن نصغر مقاسه شوية لو الايد اصغر، لو عايزين برضو نكبره لو الايد اكبر، بنتحكم في الاطوال بتاعة السلك ونبتدي نغير في الشكل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده في منتهى البساطة. ما اخدش وقت، ما اخدش خامات، كل اللي انا استخدمته قطعة سلك 20 سنتي او 25 سنتي اتنين مع بعض، واستخدمتهم بالشكل ده مع اتنين من الاحجار الصغيرة، وهيبقى النتيجة بتاعته بالشكل ده. يا رب يكون سهل وبسيط وان شاء الله يعجبكم وتنفذوه بمنتهى السهولة. اتمنى لكم كل التوفيق، ما تنسونيش من دعواتكم، متشكرة قوي ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناة، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.